بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامج حال الرياضة. بعد الانتصارات الجميلة لأنديتنا في الأبطال وكذلك أيضا هلال التبلدي في الكونفدرالية، بعد خروج نادي أهلي شندي المشاكل أصبحت تحيط بالنمور. لنا وقفة في هذه الحلقة مع أهل شندي، الاستقالة، استقالة رئيس النادي، وأيضا الاستقالة المتوقعة لبقية أعضاء الجهاز الإداري في النادي والمشاكل النمور إلى أين أهل شندي الفريق العريق، وأيضا الفريق اللي وضع بصمته سواء في الدوري الممتاز أو من خلال مشاركات في الكونفدرالية في هذه الحلقة. أيضا لدينا وقفة في هذه الحلقة مع استقالة سكرتير اتحاد السوداني لكرة القدم الأستاذ مجدي شمس الدين. القراءات والمواقف بعد أن خسر موقعه في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، استقالة من الاتحاد السوداني عبر المفوض. أيضا ربما خلاف أو صدام متوقع في النظام الأساسي لاتحاد كرة قدم السوداني ولائحة وزارة الشباب والرياضة في كيفية بعض التفاصيل، انتخابات، كيفية المشاركة، تمييز اتحادات عن غيرها، من يشارك، التدريب والتحكيم. عموما أيضا وقفة مع هذه القراءات في هذا البرنامج لأنها قد تؤدي إلى نتائج كارثية. نتحدث بكل صراحة وكل أمانة، كرة القدم السودانية مقبل الأحداث ستشهد الكثير من الأشياء تعتمد على كيفية تعاون الأفراد سواء اتحاد كرة القدم أو الوزارة أو النظرات لمصلحة السودان وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. سنحاول أن نقرأ في هذه الحلقة اتجاهات الإشكالات التي قد تؤدي إلى أخطر النتائج وقد تؤدي إلى تجميد كرة القدم السودانية. أيضا وقفات وحديث عن الأخبار، التحليلات، المباريات. وقفة مع منافس هلال التبلدي وفي فقرة التحليل سنستعرض هذا الفريق المواني الجامبي بتاريخه، بلاعبيه، بإمكانياته، مرورا على الأحداث العالمية، وقفات مع الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني والدوري الإيطالي في هذه الحلقة المنوعة والشاملة. فلا تذهبوا بعيدا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نمور شندي، الأهلي شندي بعد الخروج من الكونفدرالية بنتيجة قاسية أمام سوبر سبورت الجنوب إفريقي، على لسان أمينه العام هاشم أحمدونا أكد أن رئيس النادي الفريق أحمد عطل منان استقال قبل يومين بصورة مفاجئة، مشيرا إلى أن بقية ضباط المجلس والأعضاء مجلس الإدارة بعد دراسة للواقع المحيط بنادي أهلي شندي سيتقدمون باستقالات جماعية. وتشاور الضباط كما ذكر أحمدونا وأعضاء مجلس إدارة نادي الأهلي شندي في هذه التطورات وقرروا تقديم استقالات جماعية خلال 48 ساعة لأن الأجواء لم تعد صحية. وذكر أن فريق كرة القدم بنادي الأهلي عانى من تدهور كبير في مستواه الفني على المستوى المحلي وعلى المستوى الإفريقي أيضا الكونفدرالية. هذا أمر واضح للجميع، ولماذا الأجواء غير صحية، لماذا تدهور فريق الكرة بأهل شندي، واحد من الفرق اللي كانت دائما بتشهد استقرار، واحد من الفرق اللي كانت دائما هي تشكل نموذج على مستوى الانسجام الإداري والالتفاف الجماهيري والدعم أيضا المادي. أهل شندي لم يكن يعاني
من إشكالات موجودة في عدد من الأندية. لدينا وقفة مع النمور إن شاء الله في هذه الحلقة. المريخ في هذه الأثناء بعد العودة الإفريقية الكبيرة، بعد العودة على فريق الانهار النيجيري يعود للدوري الممتاز، وهو متقدم الآن على هلال جبال بهدف جاء في آخر الشوط الأول برأسية من المدافع كونلي، كرة اللي نفذت من ضربة ركنية. إذن هذه المباراة تعيد المريخ لأجواء التنافس في الدوري الممتاز مع فريق ترتيبه أيضا ممتاز ومتصدر هلال جبال، اللي قدم مستوى ممتاز من خلال بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم 2017.